أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالأمس أشرنا إشارة، ولعله تحقيق هذا المطلب موكول إلى دراسات أخرى، ولكنه كما أشرت في البحث السابق بأننا لابد أن نميز بين أمرين أساسيين، وهو أن إسناد الفعل إلى الفاعل له حكم، وتوصيف الفاعل وتسميته له حكم آخر. وأشرنا إلى بعض الأمثلة بالأمس، قلنا بأن القرآن الكريم يسند جملة من الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فإنه أسند هنا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يحق لنا أن نصف الله بهذا الفعل وأن نسميه بهذا الفعل، أو أسند فعل الخلق وفعل الإحياء ونحو ذلك إلى عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، فإنه مع ذلك لا يصح توصيفه وتسميته بهذا الفعل. اعتقادي أن كثيرا من هذه الروايات التي وردت في بيان درجات الشرك ومراتب الشرك ومراتب الإسلام ومراتب الإيمان، هذه لابد أن تنطبق عليها القاعدة المتقدمة، وهي أنه أسند إليه الفعل، ولكن ليس بالضرورة أنه يسمى بذلك الفعل. نعم، صدر منه فعل فيه كفر، صدر منه فعل فيه شرك، ولكنه ليس بالضرورة أنه كافر بالمعنى المصطلح أو مشرك بالمعنى المصطلح. هسه من أين نميز بين أنه هذا إسناد للفعل فقط من دون توصيف وتسمية، أو أنه إسناد مع التوصيف والتسمية؟ هذا تابع لقرائن كل مورد من هذه الموارد، أنه لا بد أن يلتفت أنه يتكلم عن التسمية والتوصيف أو يتكلم عن إسناد الفعل. ولذا تجدون القرآن الكريم في آيات كثيرة يميز في القرآن بين الصالحين وبين الذين عملوا الصالحات. التفتوا جيدا، ليس كل من عمل صالحا فهو بالضرورة ماذا؟ صالح. لا، قد يصدر العمل الصالح ممن ذاته ليست ماذا؟ صالحة، ولا ملازمة، ولكن العكس صحيح. إذا كان الإنسان صالحا فلا إشكال أن عمله سوف يكون صالحا. ولذا تجد القرآن الكريم يعبر في آيات متعددة أن إبراهيم الخليل على عظمته يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بالصالحين، وألحقني بالصالحين. أما عندما يتكلم عن عموم الناس يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
وهكذا بالنسبة إلى الصدق والصادقين الذين صدقوا شيء والصادق شيء ماذا؟ شيء آخر. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مو مع الذين صدقوا، كونوا مع الصادقين. فإن الصادق وهو الاسم والتوصيف شيء، هو الذي يصدر منه فعل الصدق شيء آخر. وهذه قضية سيالة في كثير من الآيات والروايات، وعدم الالتفات إليها يوقعنا واقعا في إشكاليات، لأنه إذا فرض أن صدور الفعل يستلزم الاتصاف والتسمية، هواي مشكلات تلزم من ذلك حتى بالنسبة إلى مباحث التوحيد، لأن هناك كثير من الأفعال تصدر من الله سبحانه وتعالى ولكن يتصف بها، يسمى بها أو لا يسمى بها. أأنتم على أي الأحوال، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهنا الآن الآية بشكل واضح وصريح تنسب الفعل إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن النسب شيء والتوصيف والتسمية شيء آخر. وأنا أعتقد بأن هذه الروايات التي تكلمت عن الشرك والكفر ونحو ذلك، في كثير منها ليس المراد فيها التوصيف والتسمية، وإنما المراد منها صدور الفعل، إسناد الفعل. هذا فيما يتعلق بهذا الأصل. بعد هذه المقدمة أو بعد بيان هذا الأصل، نرجع إلى الروايات أو الطوائف الثلاث التي تكلمنا عنها. يتذكر الأعزاء أننا قلنا أن هناك طوائف ثلاث يمكن الاستناد إليها لإثبات السببية المستقلة لإنكار الضروري، لإثبات كفر المنكر الضروري. هذه الطوائف الثلاث أشرنا إليها بالأمس، وفي هذا اليوم نحاول الوقوف عندها. أما الطائفة الأولى وهي التي عبرت بلسان أدنى ما يكون به العبد مشركا، خب هذه الطائفة من الواضح أنه لا يمكن أن يقال بأن كل ما صدق الشرك، التفتوا جيدا، أو كل ما أطلق الشرك، بينا هذا اليوم وبالأمس قلنا إطلاق الشرك يكون على نحوين: إما إطلاق الشرك بنحو صدر منه شرك يعني إسناد الفعل، وإما إطلاق الشرك بمعنى أنه ماذا؟ يتصف بالشرك وأنه مشرك ويسمى أنه ماذا؟ مشرك. خب إذا كان الأمر كذلك في الروايات، بعد لا يمكن أن نستكشف من إطلاق الشرك أنه مراد الأخص، يعني إطلاق الأعم لا يستلزم إرادة ماذا؟ إرادة الأخص. نعم في جملة من الروايات أطلقت على البعض أنه ماذا؟ مشرك، ولكن هذا الإطلاق ليس بالضرورة أنه بمعنى أنه يسمى مشركا، يتصف بأنه مشرك. المشرك الذي يسمى، الشرك الذي يسمى به الإنسان مشركا إذا أشرك هذا الشرك الجلي، إذا اعتقد أن لله سبحانه وتعالى ماذا؟ شريك. هسه بأي نحو من أنحاء الشرك؟ بعبارة أخرى يعني الشرك الجلي. أما المراتب الخفية من الشرك، قد يكون أن ما صدر منه أسند إليه الشرك، يعني فعل فيه إشراك، ولكن ليس بالضرورة أن هذا يستلزم أنه مشركون.
وإلا لهناك لازم، لو قلنا كلما أطلق الشرك أريد به الشرك الإصطلاحي الذي يخرج به الإنسان عن الإسلام، لأننا ذكرنا أنه الأصل الأول هو الإيمان بالتوحيد، التصديق بالتوحيد. فإذا كان مشركا إذا خرج عن هذا وهو سبب مستقل للكفر كما هو واضح. طب المرتجي أيضا في الروايات سمي عندنا ماذا؟ مشركا. أدنى ما يكون به العبد مشركا أن يعتقد أن هذه النواة ماذا؟ حصاد. فهل يلتزم أحد بأن هؤلاء خرجوا عن الإسلام بمجرد هذا الاعتقاد؟ المرائي سمي عندنا، وقرأنا الروايات فيما سبق، المرائي أيضا سمي مشركا. إذن بهذا يتضح كما أشرنا في الرواية السابقة أنه لو كان المراد كل من أسند إليه فعل الشرك فهو مشرك تسمية وتوصيفا، للزم أكثر المؤمنين أن يكونوا ماذا؟ مشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويتذكر الأعزاء أننا ذكرنا جملة من الموارد والمصادق التي هي الدائرة على ألسنة كثير من المؤمنين من الخواص، يعني لولا فلان لهلكت، لولا الله أول أنت ثاني، إلى غير ذلك. ولا يلتزم فقيه بأنه هذا يؤدي إلى الشرك الإصطلاحي. ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه وكذلك جملة من الأعلام عندما جاءوا إلى هذه القضية بينوها بشكل واضح وصريح، منهم السيد الطباطبائي. هذا البحث في عدة موارد عرض له، ومن هذه الموارد الميزان المجلد الثاني الصفحة 202 في ذيل الآية 221 من سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. يقول: ومن المعلوم أن الشرك ذو مراتب مختلفة بحسب الظهور والخفاء نظير الكفر والإيمان. بالأمس بينا بعد هذه التفاصيل. فالقول، التفتوا، من أوضح مصاديق الشرك الذي يلازم الكفر لا إشكال. قال: فالقول بتعدد الإله واتخاذ الأصنام شرك ظاهر وجلي، وهذا لا إشكال ولا شبهة، بهذا الشرك يخرج الإنسان عن الإسلام. وأخفى منه ما عليه أهل الكتاب من الكفر بالنبوة، أيضا نحو ماذا؟ نحو من الشرك. وأخفى منه القول باستقلال الأسباب والركون إليها، وهو أيضا شرك. يعني نظرية من؟ نظرية المفوضة الذين قالوا أن الله سبحانه أن هذه الأسباب حدوثا تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بقاء ماذا؟ مستقلة وغنية عن الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا نحو من أنحاء الشرك. إلى أن ينتهي مراتب الشرك، تنتهي إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون. هذا معناه ماذا؟ يعني حتى أن المخلصين أيضا توجد فيهم بعض مراتب ماذا؟ بعض مراتب الشرك الخفي. نعم، المخلص بحسب الإصطلاح القرآني ذاك الذي ينجو ماذا؟ ينجو بعد يكون مو هو مخلص، بل الله استخلصه لنفسه، وهذه مرتبة لا ينالها بتعبير الروايات كالكبريت الأحمر، لا يوجد إلا في النادر النادر من أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القضية لابد أن تكون واضحة إلى أن ينتهي إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون، وهو الغفلة عن الله والالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي كان يئن منه الأنبياء والأولياء، أنهم عندما كانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. هذا ليس المراد منه الذنب ماذا؟ الذنب الإصطلاحي في الفقه أو في الكلام، لا، هذا الذنب الذي هذا منشأه، وهو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان لأمر مباح عزت ساحته. فكل ذلك من الشرك، ولكن بعضه شرك جلي وبعضه ماذا؟ شرك خفي.
وهذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا جاء في كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح المجلد الثالث صفحة 61. ولكن يا ليت أن هذه الأبحاث كانت تطبق في الأبحاث الفقهية، يعني هذه أبحاث قرآنية قيمة تحتاج إلى تطبيقات أين؟ في الأبحاث الفقهية. في صفحة 61 يقول: لا إشكال ولا شبهة بأنه أساسا أن للشرك مراتب متعددة وهو غير مستلزم للكفر بجميع مراتبه. ليس كل شرك فهو كفر، لا، ليس الأمر كذلك. نعم، الشرك الجلي يلزم منه الكفر وهو الخروج عن الإسلام، وإلا للزم الحكم بكفر المرائي في عبادته بطريق أولى، لأن الرياء أيضا في النصوص عبر عنه بأنه ماذا؟ شرك، كما نطقت به الأخبار، بل هو أعظم من أن يقال للحصاة أنها نواة، أو للحصاة نواة أنها ماذا؟ حصاة. مع أننا لا نقول بكفره، لأن الشرك الموجب للكفر إنما هو خصوص الشرك في الألوهية. طبعا هذه في الألوهية بالشرك الجلي، وإلا بينا أنه الشرك في الألوهية قد أيضا تكون بعض مراتبه خفية، وتلك المراتب الخفية لا إشكال ولا شبه أنه لا تؤدي إلى ماذا؟ لا تؤدي إلى الكفر والخروج من الإسلام. إذن هذه الطائفة الأولى من الروايات من الواضح أنه لا يمكن أن يستدل بها لإثبات أن منكر الضروري سبب مستقل ماذا؟ للكفر. الطائفة الثانية، في الطائفة الثانية أعزائي، ورد عندنا: من جحد الفرائض فهو كافر. وهذه قضية قرآنية وروائية لا بد أن يلتفت إليها، وهو أنه لا بد أن نميز جيدا بين الجحود وبين الإنكار. نعم، قد يستعمل الإنكار ويراد به الجحود أيضا، ولكن ليس كل إنكار فهو جحود. بعد ذلك سأبين لماذا ليس كل إنكار جحود. الفقيه الذي انتهى إلى طهارة أهل الكتاب، الذي انتهى إلى حلية بعض المسكرات، وافترضوا أن تلك الأمور كانت ما هي؟ ها؟ محرمة في الواقع. إذن أنكر أو لم ينكر هذا الفقيه؟ ها؟ أنكر، كافر أو ليس بكافر؟ هذا الإنسان منكر لحرمة شيء وهو حرام في الواقع، ولكن كافر أو ليس بكافر؟ لا، أبدا ليس بكافر. نعم، إذا جحد فهو ماذا؟ لا إشكال أنه كافر. ما الفرق بين الجحود وبين الإنكار أعزائي؟ الجحود هو بتعبير الراغب الإصفهاني وكل اللغويين، احفظوا هذه القاعدة، لأنكم تعرفون الآن في الفضائيات وغيرها مولانا يقولون الشيعة تقول أن كل من أنكر الإمامة فهو كافر، مع أنه صريح كلمات المفيد وغير المفيد اللي يستدلون بكلماتهم يقول: من جحد الإمامة وأنكرها. التفتوا جيدا، يعطف الإنكار على ماذا؟ على الجحود. إذن من جحد الإمامة كافر، لا ماذا؟ لا من أنكر الإمامة. جيد، ما هو الجحود؟ هذه عبارة واضحة، قاعدة يؤسس لها الراغب الإصفهاني، يقول: الجحود نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه. يعني تعلم أنه موجود وماذا؟ وتنفيه، وتعلم أنه منفي وماذا؟ وتثبته. هذا جحود في أي قضية كانت.
ومن الواضح هنا بعد لا فرق أنه يكون ضروري أو غير ماذا أو غير ضروري أبدا، كل ما ثبت عندك وأنكرته فأنت ماذا؟ فأنت جاحد. خب ما معنى لعد من جحد الإمامة؟ يعني ثبت له أن رسول الله أوصى لمن؟ أوصى لعلي ومع ذلك ماذا؟ أنكر. وهذا بطبيعة الحال أن الجحود بعد يكون سببا مستقلا للكفر لو يؤول إلى إنكار الرسالة. من الواضح بعد الجحود لا يكون سببا مستقلا للكفر، وإنما يكون سببا ويكون مؤديا للكفر، لأنه يؤدي إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار الرسالة. أنت بعد أن علمت أنه هذا حلال، هذا ثابت، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك تنكره. إذن الجحود أعزائي أخص من الإنكار، ليس كل إنكار جحود، ولكن كل جحود فهو ماذا؟ فهو إنكار. من جحد فهو منكر، ولكن ليس كل من أنكر فهو ماذا؟ فهو جاحد. والآيات القرآنية أعزائي تكلمت عن هذه القضية بشكل واضح وصريح. منها أنا أشير إلى بعض هذه الآيات، منها قوله تعالى في سورة النمل الآية 14: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أصلا واقعا هؤلاء استكبروا في هذا. مستيقن هو يعني ماذا؟ يعني يعلم الشيء يقينا ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يقبل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هاي الآية في سورة النمل آية 14. وكذلك الآية 23 من سورة الجاثية قال: وأضله الله على علم. هذا ضال، ولكنه مضل عن جهل، ضال عن ماذا؟ يعني عندما ينكر الإمامة أو ينكر أي اعتقاد معتقد من الاعتقادات، مو دي ينكرها عن جهل، دي ينكرها عن شبهة، دي ينكرها عن قصور، دي ينكرها عن عدم فهم، دي ينكرها عن غفلة، دي ينكرها عن ضعف في العقل، لا أبدا لا، وإنما ينكرها ماذا؟ ها؟ عن علم. وأضله الله على علم، هذا المورد الثاني. المورد الثالث اللي هي من الآيات الواضحة، وهو ما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وآله الآية 32 قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، التفتوا جيدا، وشاقوا الرسول جهلان، لا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. واضح هذه الآية تقول بأن هناك من يشاقق الرسول ولكنه لا يعلم أنه من رسول الله، ولو علم من رسول الله شاقه أو لم يشاقه، لا يشاق أبدا، ولكن لم يصل إليه أو اشتبه ذهب فأخطأ الطريق. ولذا في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أراد أن يصف الخوارج ماذا قال؟ ها؟ الأخوة تذكرون النص: ليس كمن طلب الحق بل فأخطأه. معاوية من هذه الطبقة لو مو من هالطبقة؟ يقول: لا لا، معاوية مو من هالطبقة. أحسنت، ذاك يعرف أنه معاوية يعلم أن علي على ماذا؟ على حق، ولكنه ماذا؟ يريد الباطل، أصلا عالم به ومقدم عليه. ولذا نحن نجزم بأنه هذا الإنسان كافر ولكن باطنا، يعني يظهر الإسلام ولكنه يبطن ماذا؟ يبطن النفاق والكفر، يبطن الكفر فهو منافق. ولذا الإمام سلام الله عليه قال: قاتلكم على تنزيله وأقاتلكم ماذا؟ على تأويله. لماذا تأويل؟
يا أمير المؤمنين يقول خذ يدعي الإسلام أمامي وبعد لا أستطيع أن أقاتله على ماذا؟ على الظاهر، لأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادتين الإقرار بشهادة، وهذا يقر بشهادة. هذه القضية واضحة في النصوص، التفتوا إليها جيدا. هذه الآية الثانية، وهي الآية 32 من سورة محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك الآية 25 من نفس السورة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. هذا الارتداد كان ارتداد عن جهل، عن قصور، عن ضعف، عن عدم وصول الحجة. يقول لا، أن البعض ارتد وماذا؟ وقد تبين له الهدى. إذن أعزائي، هذه الروايات التي تكلمت عن أنه من جحد الفرائض فهو كافر، أولا لا اختصاص لها بالضرورية، لأن الروايات تقول من جحد ماذا؟ الفريضة أعم من أن تكون ضرورية أو ماذا؟ أو غير ضرورية. إذن هذه الروايات فيها إطلاق من جهة أنها ضروريات أو غير ماذا؟ أو غير ضروريات، ولكن لا يوجد فيها إطلاق من جهة أنه عالم بأنها من الدين أو ليست، لا لا، هي مقيدة من جهة أنه عالم ماذا؟ عالم أنها من الدين وأنكرها بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله أنها من الفرائض. ومن هنا هذه الروايات نقول عنها، هي الطائفة الثانية، أولا لا تنفعنا في المقام. لماذا؟ لأن نحن نتكلم عن من أنكر الضروري من الضروريات، وهذه لا تثبت أن من أنكر الضروري، تثبت ما هو أوسع ماذا؟ أوسع من ذلك، وهو من أنكر الفرائض أعم من أن تكون ضرورية أو أن لا تكون ماذا؟ أن لا تكون ضرورية. وثانيا أنها مقيدة بالجحود لا الإنكار. وهنا صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يحاول حتى الروايات التي فيها، التفتوا، حتى الروايات التي فيها الإنكار، من هذه الروايات فيها الجحود، من جحد الفرائض، يقول حتى تلك الروايات التي فيها الإنكار اللي هي الطائفة الثالثة، فهي محمولة على ماذا؟ فهي محمولة على الجحود. ليس المراد الإنكار أعم من العلم وعدم العلم كما سنشير إليه. إذن هذه الطائفة الثانية أيضا فيها ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنها أعم من المدعى، لأن المدعى هو أن منكر الضروري كافر، وهذه أثبتت إنكار ماذا؟ إنكار الفرائض أعم من أن يكون ضروري أو غير ضروري. وثانيا أنها لم تثبت لنا أن المنكر كافر، وإنما أثبتت أن الجاحد ماذا؟ الجاحد كافر. والجاحد يعني من علم ثبوت الحق وأنكره، فمآله إلى ماذا؟ إلى إنكار الرسالة، إلى إنكار الأصل الأول أو إنكار الأصل الثاني، فلا تنفعنا في المقام. الطائفة الثالثة، هذه الطائفة الثالثة أعزائي لعلها هي بيت القصيد عندهم عندما استدلوا بها لإثبات أن منكر الضروري كافر، وهي التي وردت بلسان من ارتكب كبيرة. التفتوا إلى القيود، من ارتكب كبيرة واحدة وزعم أنها حلال. أي اثنين، ما معنى زعم أنها حلال؟ ها؟ يعني قال أنها واجبة، هي كبيرة محرمة، قال أنها ليست ماذا؟ يعني أنكر حرمتها. ما معنى أنه وزعم أنها حلال؟ ما معنى الزعم أنها حلال؟ يعني محرمة وليست محرمة. مرة، لأن الإنسان يرتكب المحرم ويعتقد أنها ماذا؟ محرم، ولكنه يرتكبه. ومرة يرتكبه ويعتقد أنه مأذوم، أو لا يعتقد بالإثم، لا يعتقد. وهذا هو إنكار الحكم. إنكار الحكم مرة يكون إنكار عملي، يعني يرتكب المحرم، ومرة ارتكاب ماذا؟ اعتقادي، أو اختلاف، ها؟ نفي اعتقادي، مو ارتكاب
عملي، وهو أنه يجعل الحلال حرام والحرام حلال. الروايات عبرت أخرجه عن الإسلام، التفتوا لي جيدا، أخرجه عن الإسلام. هاي الروايات إخواني متعددة وبألسنة مختلفة، منها هذه الرواية الواردة في وسائل الشيعة اللي قرأناها فيما سبق، يعني الجزء الأول صفحة 33، باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات. هناك في الرواية رقم 10، الرواية سألت أبا عبد الله الصادق عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ ظاهر الروايات يعني الإسلام ماذا؟ الإسلام المصطلح، من الواضح لا يراد المراتب المال الأعلائية، يعني إسلام إبراهيم، لا مو ذلك، من الواضح، لأنه يرتكب ماذا؟ يرتكب كبيرة، إذا لا يمكن أن نقول أنه لعل المراد من الإسلام يعني ذلك الإسلام ماذا؟ الأعلائي، من الواضح أنه مراد يا إسلام، هذا الإسلام الذي به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث والنكاح، هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذب، هذه المسألة الفقهية، التفتوا جيدا، أن السائل يسأل المسألة الفقهية والمسألة ماذا؟ الكلامية معا. وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع، يعني عذابه دائم أو عذابه ماذا؟ منقطع. فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، هذه الفقهية. وعذب أشد العذاب، هذه ماذا؟ الكلامية. وإن كان معترفا أنه ذنب لم يستحلها، يقول حرام ولكنه أنا شهوتي هواية لا أستطيع أن أقف أمام هواي، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام. هسم هذا يا إيمان، كل مراتب الإيمان، لا يزني المؤمن وهو مؤمن، لا يكذب المؤمن وهو ماذا؟ وهو مؤمن. لأنه إخواني الأعزاء لكل فريضة من الفرائض الواجبات والمحرمات لها درجة من الإيمان، لا يمكن أنه تلك الدرجة من الإيمان موجودة والإنسان يرتكب ما هو خلافه. إذا ارتكب خلافها يعني تلك الدرجة موجودة أو غير موجودة، هذا مو معناه أنه لا يزني المؤمن وهو مؤمن يعني بعد مو مؤمن بالله، لا 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 أبدا، يعني هذه المرتبة من الإيمان بعد موجودة تجتمع مع الزنا أو لا تجتمع؟ لا تجتمع. هذا الذي قلنا أن الإيمان له مراتب، وأن الإسلام له مراتب، وأن الكفر والشرك له مراتب. قال يخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول. هاي رواية. رواية الثانية عن مسعدة بن صدقة، فقيل له الإمام الصادق، فقيل له أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع؟ قال يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال، إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب. أما وإن كان معترفا بأنها كبيرة وأنها عليه حرام وأنه يعذب عليها وأنها غير حلال فإنه معذب عليها وهو أهون عذابا من الأول، ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام. جيد، تفتوا جيدا، هذه الروايات بمجموعها، أكو كثير من الروايات في موارد خاصة تؤيدها، من قبيل الروايات التي دلت على وجوب قتل من أفطر في شهر رمضان إذا كان معتقدا أنه لا إثم عليه. هذه الروايات بعد تعرفون في باب شهر رمضان في غيرها، يقول إذا أفطر
قائلا بالحرمة فيعذر، ثاني ثالث، هسه إما في الرابع يقتل إما ماذا في الثالث يقتل. أما من أفطر ماذا مستحلا لها يقتل ماذا في أول مرة. الروايات في هذا المجال، وكذلك فيما يرتبط بشرب الخمر، وكذلك فيما يرتبط بترك الصلاة، هذه كلها وردت بها، هي موارد خاصة، ولكن عندما ننظر إليها نجد أنها واضحة أنها من المحرمات أو من الكبائر، يعني تركها أو فعلها يعد ماذا؟ يعد من الكبائر. منها ما ورد في الكافي إخواني الأعزاء المجلد 12 بحسب هذه الطبعة الحديثة صفحة 678، في صفحة 678 يعني الحديث 12241، بعبارة أخرى هذه الطبعات المتعارفة فروع الكافي المجلد السادس صفحة 398، الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق قال: من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار. ما الفرق بينهما؟ إشارة إلى هذه النكتة، وهو أنه ينكر الحرام ويجعله حلالا، هذا مورد. وكذلك ما ورد إخواني الأعزاء في المجلد السابع من هذه الطبعة اللي موجودة، وهي الطبعة الحديثة صفحة 478، هذه هي العبارة: سئل أبو جعفر عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان 3 أيام، قال: يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا تعزيب. طب لماذا؟ ما الفرق بين أنه قال نعم أو قال ماذا؟ قال لا. طبعا هذه موارد خاصة، ولكن عندما نجمع الموارد جميعا نصل إلى نتيجة واحدة، وهي ماذا؟ مخالفة من قال بنص العبارات من ارتكب كبيرة، طبعا هاي القاعدة الكلية، وزعم أنها حلال أخرجه ماذا؟ أخرجه من الإسلام. التفتوا لي جيدا إلى هذه النصوص إخواني، من حيث الكبرى من حيث الصغرى. هذه الروايات فيها إطلاق من جهتين، التفتوا لي جيدا. الإطلاق الأول أنه لا فرق أن تكون ضرورية أو ماذا؟ أو غير ضرورية، لأنه في الروايات ورد أنه ماذا؟ من ارتكب كبيرة، وكل الكبائر ضروريات في الدين؟ لا أبدا، ليست كذلك، بعضها ضرورية وبعضها ماذا؟ وبعضها ليست بضرورية. إذن هذه الروايات تقول بالخروج من الإسلام مطلقة، سواء أنكر الضروري أو غير ماذا؟ أو غير الضروري. خلي ذهنكم، هذا إطلاق من هالجهة. إطلاق من جهة الثانية، الإطلاق الثاني، سواء علم أنها من الدين أو أنها ماذا؟ أو أنها ليست من الدين. لم تقل علم أنها من الدين أبدا. من علم أنها من الدين وأنكرها، ومن لم يعلم أنها من الدين وماذا؟ وأنكرها. من أنكر كبيرة، من ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال، إذن أعم من العلم بأنها من الكبائر أم ماذا؟ أم ليست كذلك؟ مو يعتقد أنها كبيرة وأنها حلال، مو، لا، يعني ما هي في الواقع كبيرة، وهذا الإنسان ماذا؟ ده يرتكبها وإن لم يكن يعلم أنها ماذا؟ كبيرة. إذن فيها إطلاق من جهتين، إطلاق أنها ضرورية وغير ضرورية، وإطلاق أنها علم أنها من الدين أو ليست كذلك. طب سؤال، هذه شنو علاقتها بمحل الكلام؟ ترتبط بمحل الكلام أو لا ترتبط؟ أبدا لا علاقة لها، لأنه احنا نتكلم في منكر ماذا؟ منكر الضروري، وهذه مطلقة من حيث الضروري وغير ماذا؟ وغير الضروري.
وإذا قالنا أنه ينكر الضرورة علم أو لم يعلم. ولهذا هذه النصوص واقعا فيها مجال للبحث، وهو أنه هل يمكن الالتزام بإطلاقها من الجهتين أو ماذا أو لا يمكن، لا أقل من اللوازم التي تترتب عليها أن الفقيه لو وصل إلى حكم وقال أنه حلال وفي الواقع كان ماذا حرام، يكون مشمول لهذه الروايات أو لا يكون؟ يكون مشمولا، لأنه قلنا فيها إطلاق، سواء علم أنها من الدين أو ماذا أو لم يعلم أنها، والفقيه لا يعلم أنها من الدين وأنكرها أنها حرام وهي في الواقع كانت ماذا. يعني من قال على سبيل المثال فقيه آخر كان يعتقد بأنه شرب هذا النوع من المسكري من الكبائر، وذاك الشخص اعتقد أنها ماذا جائزة الشرب مولانا، عند هذا الفقيه هذا شيء يصير مولانا، ها يصير كافر مولانا، لأنه ارتكب كبيرة وزعم واعتقد وأفتى في الرسالة العملية أنها ماذا أنها حلال، ويلزم أن يكون ماذا يلزم أن يكون. ومن هنا صار الفقهاء بصدد أنه كيف يخرجون عن إطلاق هذه الروايات، وأنه بعد حذف بعض إطلاقاتها تنفع في المقام أو لا تنفع في المقام، كلام يأتي والحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا أطهر لنا معالم المصطفى والمرتضى وابنيهما والبعض.